أعلنت وزارة الداخلية عن قيامها بداية غد زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 36 معرضا فرعيا أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية. يأتي هذا في إطار مواصلة وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. لنهاية شهر رمضان المبارك تستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية في مرحلتها 23 التي أطلقتها وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تصل نسبتها إلى 60%. وجود المبادرة بالأسعار والتخفيضات اللي موجودة دي بيخلي المواطن يحس إن فعلا السيد رئيس الجمهورية حاسس بالناس وحاسس بالمواطنين، وعشان كده بنعمل المبادرات دي اللي بيبقى فيها متوفر كل الأصناف الاستراتيجية وبأسعار مناسبة وأسعار مخفضة، ودي بتخلي الناس على الأقل تشعر إن في حد حاسس بيها. تشهد هذه المرحلة من المبادرة مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية بأفرعها التي يصل عددها إلى 1074 فرعاً لـ 31 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية، تتوفر فيها السلع المتنوعة بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها، بالإضافة إلى سرادقات بالميادين الرئيسية و36 معرضاً فرعياً للسلاسل التجارية المشاركة بمختلف المحافظات. مبادرة كويسة جداً، بتقدر توفر طبعاً للشعب المصري كل الأساسيات من زيت، سكر، رز، الكلام ده كله، فهي حاجة كويسة جداً، يعني إن هي لازم تكون موجودة ولازم ندعمها. إن المبادرة دي ساعدت في إن إحنا ناخد بسعر أقل من السوق. الأسعار كلها كويسة جداً وعاملين تخفيضات كويسة جداً الصراحة. وفي إطار تطوير آليات المبادرة بما يضمن انتشارها ووفرة المعروض، قامت الوزارة بتجهيز عدد من الشوادر الجديدة بالشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات يشارك فيها عدد كبير من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى بمعروضات متنوعة من السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تجري الاستعدادات والتجهيزات داخل هذه الشوادر وضخ كميات كبيرة من السلع بها لافتتاحها أمام المواطنين اعتباراً من 18 من الشهر الجاري للاستفادة من التخفيضات، موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. احنا موجودين النهاردة في المبادرة بشكل مباشر لأول مرة موجودين فيها، كنا موجودين فيها قبل كده بشكل مش مباشر عن طريق وكلاء أو طريق مجموعة من السلاسل التجارية اللي بتنزل المبادرة مع وزارة الداخلية طبعا، بس احنا المرة دي لأول مرة نتواجد فيها بشكل مباشر. بنشارك بجميع أنواع السلع الغذائية اللي هي في المجال بتاعنا، وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نوفر السلع على مدار العام وبالذات في المناسبات زي شهر رمضان، وبنحاول بقدر الإمكان إن احنا نتغلب على غلاء الأسعار اللي موجود عالميا دلوقتي، وما بنبصش لعملية مكسب أو خسارة قد ما بنبص إن السلعة لازم تكون متوفرة وبسعر مناسب. احنا بدأنا هذه المبادرة قبل شهر رمضان بفترة عشان نبدأ نسعد المواطن المصري، مقدمين أسعار زيوت وأسعار مسلى نباتي بأسعار خصومات تتراوح ما بين 15 إلى 25%، وهيستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان بمشيئة الله. أنا اللي دايماً ببقى واقف لي. وتحت مظلة المبادرة تواصل منظومة أمان توفير السلع عبر 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية تابعة لها، موضحة جميعها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. فضلاً عن استمرارها في طرح كميات إضافية من السلع بأسعار مخفضة من خلال سيارات متنقلة موجودة بالشوارع والميادين بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. انتشار كبير لمبادرة كلنا واحد منذ إطلاق وزارة الداخلية لها مع مشاركة واسعة من كبار التجار والسلاسل التجارية، أتاحت معروضا كبيرا من كافة أنواع السلع بأسعار مخفضة رغم المتغيرات الاقتصادية
المؤثرة على أسعار السلع، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال هذه المبادرة. تتجدد مبادرة كلنا واحد باستمرار، فمنذ أن أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 23 من المبادرة فإنها تشهد مشاركة واسعة من الكيانات التجارية والصناعية لتوفير الاحتياجات من السلع الأساسية وغير الأساسية وكافة أنواع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تحرص وزارة الداخلية على إقامة الشوادر في كل مكان على أرض الوطن. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.